السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله سبحانه موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، فقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. استعينوا بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ مصطفى، هل يجوز الصلاة لمنفرد في صف؟ الصلاة للمنفرد خلف الصف تجوز، أما حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف فهو حديث ضعيف، وفي حال ثبوته فالنفي نفي الكمال لا نفي الأصل. وكذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف منفردا فأمره أن يعيد أختار ضعفه. أما الدليل أيضا على أن الصلاة لا تبطل أن أبا بكر ركع خلف الصف منفردا، كبر وركع خلف الصف منفردا، ثم دب دبيبا حتى دخل في الصف، فلو كانت الصلاة باطلة لبطلت تكبيرة إحرامه. وبالله التوفيق. شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا مولانا، كنت بستفسر، أنا مترجم وجالي شغل كان ب5000، تمام؟ واتفقت مع العميل إن أنا هترجم الملف ده ب5000، لكن هو أرسل لي ملف داعم ليه، ملف موضح فيه. القصد إن أنا لقيته أيسر، أقدر تكلفة بره بيكون ب1000، فهل ينفع إن أنا آخد ال5000؟ ولا عشان هو اسهل بالنسبه لي انا قيمته ان هو 1000، بعد كده بيني وبين نفسي. لا عفوا، هو كان في ملف عهد اليك بترجمته، فانت قلت له اترجمه ب5000، فارسل اخر موضح. ارسل ملف بالفعل مترجم، قلت له ما فيش داعي ان انا اترجمه، قال لي لا بس راجعه ونقحه، فالمراجعه والتنقيح ايسر بالنسبه بالي من الترجمة. خلاص، هل أخذ منه برضه؟ رزق ساقه الله إليك. نعم، رزق ساقه الله إليك. مش هو كان يعرف أن اتفق معك على 5000 وليس ساعدك، قال خذ هذه تساعدك؟ نعم، بس أنا أعتقد أنه جهل منه، لأن هو مش عارف. لا، إذا كان جهل منه بين له بس، وإن شاء الله حتى يبارك في الأجر. تمام، الله يسلم. بارك الله فيك يا زهرة الجنة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا مولانا؟ الحمد لله بخير. سمعت كنت عايز اسال على حاجة بخصوص زكاة المال. نعم. معلش انا اسف، بس هقول لحضرتك بالتفاصيل كده. انا السنة اللي فاتت كان معايا مبلغ، يعني هو كان كاتر المليون بشوية، وانا طلعت عنه الحمد لله بفضل الله زكاة المال وبزيادة شوية. واشتريت بيه عقار كده، تمام كده؟
عقار للتجارة أو عقار قنية تقطنية؟ عقار لأنيتي فيه إن أنا يا إما هبيعه يا إما هأجره، ولسه ما كملش، فأنا ما عنديش خلفية. هو يعني يا هبيع يا هأجر، فمش عارف لسه بصراحة حسب الظروف المادية. تمام. وأنا اشتغلت، تمام، اشتغلت في تجارتي العادية اللي أنا شغال فيها، ومعايا مبلغ من المال تاني، يعني معايا مبلغ أصل المال والمكتب بزيادة فلوس العقار. فإن شاء الله المفروض إن أنا بطلع زكاة المال الأيام الجاية دي في الحجة، تمام كده. أنا هطلع العقار ده معايا الفلوس اللي معايا، ولا العقار أنا طبعت عنه أصلا بالسعر ده؟ ما يعني حضرتك قول لي. أنت معد العقار إما للبيع أو للتأجير؟ بالظبط. ان شاء الله دي النية. اه مش للسكن خالص يعني. اخرج عليه زكاة. اخرج عنه لما بيعه ولا لا؟ اذا ما عندك اذا ما عندك فلوس قيمه، قيم الزكاة التي عليه وتكون في الذمة. يعني إيه لازم شرط دلوقتي ولا لما بيعه ان شاء الله؟ يا اخي هتكون في الذمة. بنقول لك عند وقت خروج الزكاة قيم العقار المعد للبيع، قيم العقار المعد للبيع بالسعر الذي اذا اعلن سيل العقار الى مال، واحسبه في ذمتك. تقول علي 1000 2000 ثلاثة زكاة، اذا بعت تخرجها. تمام. السلام. مرحبا يا دكتور أيمن، وأهلا وسهلا، بارك الله فيك. مرحبا يا أخي مختار بن جاد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. عندي سؤال يا شيخ، معلش. شخص عرض علي أنه هيشتغل كمبرمج، مبرمج لواجهة موقع للتجارة الإلكترونية. مبرمج للتجارة الإلكترونية. مبرمج ليه؟ مبرمج في التجارة الإلكترونية. بالظبط، زي مثلا شركة أمازون ونون والحاجات دي. فهو جزء من عمله هيكون إن هو يصمم الواجهة بتاعة الموقع ويضع أماكن للعروض وللمنتجات وهكذا. طيب. وبعد كده تأتي حد من الشركة يحط صور المنتجات والعروض وهكذا. فطبعا يعني بنسبة 100% فيضع صور مثلا لنساء وهكذا في هذه الأماكن. ليس عليك أنت إثم. ليس عليه إثم. نعم. المصمم. طيب. الآخر أيضا. أيوه. سؤال آخر برضه في نفس الموضوع، هو لو أنه مثلا يعني برضه هذه الشركة بتتعامل برضه في الشراء، يعني في مع بنوك ومع شركات أخرى معروف إن هي بتتعامل. ليس عليك أنت أيضا اسم إنك مصمم موقع، هم الذين سيصمموا. مصمم الدكان. مصمم الدكان ده فيه سلع متعددة، في منها سجاير، لكن أنت كمصمم للدكان ما عليك اسم. تمام. نفس التوصيل. حتى موضوع ان هو يضع مثلا الزرار مثلا اشتري مثلا من خلال البنك الفلاني، حاجه زي كده، فهذا برضو ينظم. والله اذا قدرت، شوف يا شيخنا انت اذا انت استطعت تنقي 100% نقيت، ما استطعت وكانت نسبه الخلل ضعيفه، استمر في عملك، لان ما هنالك عمل يخلو من شبهه. صح. يا هي لطف. الله يسلمك. خلاص الله يبارك فيك. خاصة قطاعكم هذا. ايه؟ خاصة قطاع البرمجة. دي حقيقة للأسف فعلا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. لو سمحت يا شيخ، في واحدة مربية إنسان اشترت شقة من المعاش بتاعهم، وبعدين باعت الشقة وكسبت فيها. فهي عايزه تطلع الزكاة عليها، تطلع قد ايه؟ واحدة مربية ايتام؟ اي. ايه دخل مربية الايتام بشقتها؟ هي اشترت شقة. اي اشترت شقة، انت قلتي من مالها الخاص. لا مش مال ولادها. الشقة من مال اولادها؟ طيب الشقة لاولادها، الربح لاولادها. الربح لاولادها؟ مش هي اشترت بفلوس الاولاد. بفلوس الأولاد. دخلت مضاربة بفلوس الأولاد. نعم. وهي تطمع في حاجة لنفسها يعني ولا إيه؟ لا، هي باعت الشقة عشان تشتري حاجة تانية. للأيتام أيضا. للأيتام أيضا. طيب إيه المشكلة؟ فهي بتقول لي هل علي زكاة ولا استمرت معها الأموال سنة؟
لا ما هي لسه بيعها حالا من شهر وهتشتري في الفترة دي. لا ما لا الزكاة. ليس عليها زكاة. الله يسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى. نعم. ازيك يا سيدنا؟ الحمد لله بخير. سؤال بعدين حضرتك. اتفضل. لو واحد حب يخرج زكاة ماله لإخوة مثلا فقراء لكن متعففين، من باب مثلا دلوقتي ان هو عندي بنته حنة مثلا او حاجة زي كده، فيروح يطلع مبلغ في حنة بنته. لا ما انا خايفين من ان هو يحفظها لك كنقطة عفوة. هو شرطه ان هو ما يردهاش تاني، ما ياخدهاش منه يا سيدنا. يا حبيبي انا المعروف في هذه الاوساط ان انا اذا اخذت منك 10,000 جنيه يوم حنة بنتي اردهم لك يوم حنة بنتك 10. لا هي مش بنفس التوصيف. انا مثلا بطلعها له مولانا مثلا، لو انا رايح ازوره عنده حد مريض عنده بتاع، فبحطها له في ظرف كهدية كأي حاجة، وانا كدخلي ان انا مش عايز حاجة مقابل بعد كده. هو يحفظها. افرض نيسي يا مولانا مثلا او مش. يا حبيبي ابتعد عن الشبهات. مستغني خلاص اذهب لغيره. هو متعافي خلاص، يمكن معاه فلوس وانت مش عارف، ده الواحد اخر. لكن من ناحية دي لا تجوز. لا لا تجوز. ماشي يا سيدنا. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. ربنا يحفظك ويرفع عنك والله. وإياكم. سؤال يا سيدنا الله يسترك. ويسترك ربي، اتفضل. اللهم امين يا رب. شيخنا واحد كان داخل مع واحد شراكة في عمل. ايه. واداله 100,000 جنيه على اساس ان هو يشتغل بيهم ويديله كل شهر نصيب منهم يعني. طيب. فهو جه اتعثر في الشغل وخسر يعني. ماشي؟ ايه. فهو الفلوس دي تسقط عنه ازاي؟ لان هو دلوقتي بقى فقير يعني، تسقط عنه ازاي؟ هو دخل مضارب معه، شريك معه ولا لا؟ دخل معه، هو اداله الفلوس ويشتغل بيها يعني. اداله الفلوس قرضا حسنا او اعطاه الفلوس للتجارة فيها، ولهذا نسبة ولهذا نسبة. التجارة لسه. خلاص خسرت الفلوس، انتهى الامر. ما يعني ما تسقطش مثلا ان هو يعني مثلا ان تسقط في الزكاة وكده يعني؟ كيف تسقط في الزكاة يعني؟ ايه اللي دخلنا في الزكاة الان؟ المهم الفلوس راحت، خسرت. صاحب المال تحمل الخسارة. نعم 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 يا شيخ. الله يسلمك. الا اذا كان في هناك اتفاقات ثانية نشوفها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. أسأل السؤال بعد إذن حضرتك. تفضل. حضرتك أنا كنت اتصلت بحضرتك قبل كده وسألت عن التأمين لغير الموظف، إن واحد بيروح يقدم تبع الحكومة تبع الدولة بيدفع قسط شهري 175 جنيه لحد ما بيوصل سن التقاعد 60 سنة ويقبض معاش. حضرتك كنت قلت لي لا ده في غرر وجهالة. البعد عنها أسلم لدينك. حضرتك انا لقيت حضرتك حد كلمك بيسألك، حضرتك قلت له مما عمت به البلوى. لا ده اتكلم على عموم المعاشات. نعم. لكن اذا انت مقترب ابتعد، اسلم لدينك والله اعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. يا شيخ ما حكم تنزيل الكتب من على الانترنت اذا كان صاحبها موافق؟ لا بس. طب يعني طب اذا كان صاحبها غير موجود يعني حتى نساله اذا كان موافق او لا؟ ابني على الغالب. على الغالب يعني يعني رجل كافر يعني في دوله ثانيه ولا ايه؟ مش فاهم. لا مثلا يعني كتاب صحيح البخاري مثلا، هو يعني البخاري غير موجود حتى نساله؟ لا لا البخاري خلاص ده هم في قوانين الطباعه. الذي مات صاحبه منذ 50 سنة سقطت حقوقه. يعني يجوز ان انا مثلا احمل. يجوز يا حبيبي. يجوز البخاري يا حبيبي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، اتفضل. كان عندي سؤال كده في امر يعني. اتفضل. من يومين كده كان يعني حصل عندنا ظرف كده، كان حد تاه من عندنا من البيت يعني، فقد وخرجنا نبحث عنه. وبعدين تقطع فريد جابه يعني ولا ايه؟ لا انا خرجنا، كنت انا لم اصلي الظهر، واخذنا نبحث عنه من الظهر الى حتى يعني وجدناه الساعه حد الساعه 11 مساء او 10 مساء. يعني ضيعته من العصر والمغرب. والظهر والعصر والمغرب صليتهم ليلا، لم اتمكن ابدا من الـ من الـ من الـ من الصلاه. استغفر الله يعني. عمل استغفر الله. وقضيتهم، انا قضيتهم. استغفر الله. طب القضاء يعني تصح الصلاة ولا؟ هو خلاص هي قضاء، صليتها قضاء. استغفر الله. تمام. مرحبا الشيخ علاء بدير، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير يا توفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ انا سهل، ازي حضرتك؟ الحمد لله. الله يسترنا وياك يا رب، الله يسترنا وياك يا رب يا رب وياك. مولانا الفاضل، بعد اذن حضرتك. اتفضل. حديث ابي الدحداح اللي هو لما قال النبي صلى الله عليه وسلم له ان يتنازل عن النخلة. اي معروف. نعم غير معروف. لا معروف الحديث، الحديث صحيح. لا لما قال، نعم لما قال له ولك نخلة في الجنة تسير على على أثرها يعني كذا وكذا. لا 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 لا، ما في إلا فقط نخلة في الجنة. نخلة في الجنة. أيوة. طيب جزاك الخير. بعد إذن حضرتك يا مولانا، يمن الله تبارك وتعالى علي بقيام الليل وأجد في نفسي أنني أرائي بين أرائي بيني وبين نفسي، فماذا أفعل؟ هذا هذا من عمل الشيطان، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يسترك يا مولانا. الله يكرمك. بارك الله فيك يا شيماء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. لو سمحت، العقيقه اللي بتتعمل في افريقيا تجزي عن الطفل؟ تجزي، لكن في بلدك افضل. نعم. الله يكرمك. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. لو سمحت شيخ، كنت عايز بس اسال سؤال بعد اذن حضرتك. اتفضل. دلوقتي يا شيخ انا طلعت، كنت انا طلعت ثلاث مرات تمام؟ ورحت الموت، انا موت عن مشيخة الازهر. تمام؟ رحنا لمشيخة الازهر. رحت لمشيخة الازهر وبعد. تمام؟ فهتطلع لي على الظروف والكلام دوت، فالشيخ وقع لنا عرض من الله عشان كنت غضبان يعني ساعتها والكلام دوت، تمام؟ بعد سمعنا شيخ؟ اسمعك لكن النهايه ايه بالضبط يعني؟ بعد كده احنا ماشيين قال لنا ما عرفتوش بقى تيجي تاني، ها؟ لو قلت لها تاني ما عرفتش تيجي، ماشي؟ اي لو يعني بالك مره واحده اذا قلت لها طلق ما تغليش شويه محسوبه. ايوه. تمام. فالمهم بعد ست سنين يا شيخ كنت بكلم مع مراتي في التليفون، فحصل شده كلام، تمام؟ تمام. فتعصبت فشتمتها، يعني تعصبت كلمة في التليفون فشتمتها. ايوه. ماشي يا شيخ؟ ماشي. فردت عليا شده. ردت عليك. ايوه ردت عليك شده، فتعصبت برضه من اول يعني واتنفست جنبي. وبعدين ايه اللي حصل؟ فرميت عليه برضه كلمه طلاق. لا تهمك يعني. تمام. فيعني لو لو كانت قدام الشيخ ساعتها برضه كنت ضربتها عن نفسها ولا كنت اتعصبت على اكتر. فانا كنت عايز اعرف يعني الطلاق ده اعمل ايه؟ لا خلاص انا يعني ما دام مالك امر نفسك، شتمتك قلت لها خلاص انت طالق. بس انا كنت متعصب يا شيخ جامد. عصر جامد يعني فقد الوعي يعني ولا ايه؟ يعني ساعتها كنت يعني ممكن يعني لو كان حاجه قدامك اخسرها يعني، فاهم؟ كنت يعني لا يعني تعيش يعني لا تعيش مع زوجتك في الحرام، ابتعد عنها. مالك امر نفسه هو ليس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله انا بخير. حضرتك انا معروض عليا حاليا شغل في فندق، الفندق ده فيه خمور وكده. بس انا شغلي موظف استقبال. هل عملك جاز مع الكراهه؟
نعم عملك جائز مع الكراهة. طب يعني ممكن اطلع منه حاجة لله وكده؟ ممكن، لن يمنعك احد. نعم ممكن تخرج حاجة لله. تمام ماشي شيخ. مع السلامة. بارك الله فيك يا اخت وفاء. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. انا يعني لسه سائل سؤال بس عندي سؤال تاني معلش. يا شيخ انا يعني طالب في الصف الثاني الثانوي، كنت اريد بعد الانتهاء من مرحله الثانويه ان انا اسافر ويعني واطلب العلم، لكن يعني امي مريضه ويعني تحتاج الى من يساعدها. لسه باقي سنه ونصف على هذا الموضوع، خلص سنه ونصف تتصل بنا. طب لا لا يعني انا قصدي اقول انا اترك امي ولا اظل بجانبها اخدمها واساعدها؟ بعد سنة ونصف اسأل سؤالك. ما معنى جاز مع الكراهة؟ جاز مع الكراهة يعني إن فعلتيه لا تعاقبين، وإن تركتيه لوجه الله تثابي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله شيخ مصطفى. نعم حبكم في الله. حبك الله الذي أحبتنا له. لي اخ يسال يا شيخ مصطفى، كان شيء يعني جايب سلك كهرباء من منزل الى منزل، هذا السلك معلوم للجيران بس كان به بعض الخروج. سلك كهرباء من المنزل الى المنزل؟ نعم يعني لكن على الارض يعني من مكان الى مكان. كان فيه بعض الخروق لكن الجيران يعلمون به، احد يعني الجيران توفاه الله عليه رحمه الله يعني من هذا السلك عليه شيء. يعني سلك الكهرباء. نعم. واحد مش عليه تكهرب مات. تكهرب ومات. كان موجود على الارض ولا ايه السلك؟ لا كان موجود، هو يعني من البيت الى بيت اخر في حته جبليه يعني، لكن كانوا يعلمون به يعني كان الجيران يعلمون ان هنا سلك يمر من هنا، لكن كان فيه بعض الخروقات يعني يعني حتى الاخ اللي توفاه الله كان يعلم ان هن سلك يعني. فالاخ يسال يعني متأذي من بعد، هل عليه شيء؟ يطلب مسامحتهم. نعم. يس. بارك الله فيك يا اختي داليا، بارك الله فيك يا ابا ريان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخ مصطفى. نعم. حضرتك انا ناوي ان شاء الله ان انا احج عن اختي المتوفاه يعني، وكنت هعمل عمره لابويا الاول وبعد كده اعمل حج لاختي. والله يا شيخنا انا ما وجدت هذا في السلف الصالح انك تجزئ الحج العمره لواحد والحج الواحد، ما وجدته وجيدا الا اذا كنت مش عارف تنويها عمره مستقله تماما في الاول وبعد كده تهل من مكانك الذي انت فيه في الحج، ما يعني حتي الجواز جائز لكن ما وجدت السلف على هذا. يعني الافضل حضرتك يعني ان انا اعمل يعني تعملها كلها لواحد يبقى الاخت يعني المتوفاه. تمام ماشي. السلام عليكم. أمير الزيات بارك الله فيك. أيمن بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعد إذنك يا شيخ كنت بسأل حضرتك سؤال. عندي خالي كان مودع معايا مبلغ من المال، كانت نهاية خدمة شغله في بره مصر. معايا صديق لي مهندس كان يريد مبلغ من المال يشغله معاه في مشروع، وخالي برضه كان ألح علي أكتر من مرة إنه محتاج يشغل الفلوس دي، فأنا اقترحت على خالي إن في صديق عايز يشغل فلوسك، إيه رأيك؟ قال لي مفيش مشكلة، وصديقي اتفق معايا إن بعد 3 شهور المشروع هيخلص وهتاخد فلوس أرباح فلوسك وأرباحك، وإن شاء الله المشروع مضمون وواثق في الشركة وهكذا يعني. اللي حصل يا شيخ إن بعد 3 شهور الشغل ما خلصش مع صديقي وحصل مشاكل في الشغل معاه، فطلب مني انه يأجل ارباح شهر، فاستأذنت من خالي قال لي مفيش مشكله
المهم شهر في شهر في شهر داخلين في سنة، وصديقي ما جابش الفلوس ولا الأرباح، وخالي أصبح يعني حصل عنده ظرف مالي فمحتاج الفلوس بتاعته. من النهاية السؤال بقى، النهاية الموضوع خلاص عري في الموضوع، ما السؤال؟ السؤال هنا دلوقتي الصديق ده حصل معه مشكلة في الشركة وما ادلوش فلوس، وخالي محتاج عايز الأرباح بتاعته اللي هي بعد سنة كاملة أخذهاش. قال علي أنا إن أنا أديله المبلغ الفلوس ده، أنا صديقي بيقول لي أنا مش معايا فلوس وفي تعثرات مع الشركة، والشركة من الآخر مش عارف الله أعلم نصبت عليه ولا المشروع خسر معاه ولا أيا كان الأسباب بتاعته إيه. فهل علي أنا إن أنا كطرف وسيط في النص إن أنا أدفع الفلوس دي من جيب أنا، ولا أنت الضامن؟ خالك ما يعرفش هذا الشخص؟ لا خالي ما يعرفش الشخص ده، صديقي لا خالك ما يعرفش، يعرفه فيعرفه من بعيد يعني. أنتوا أخذتوا عليه أوراق؟ أخذنا عليه إيصال أمانة. إيصال أمانة، ارفعوا عليه قضية. هو في الآخر قال لي الشغلانة خسرت وإحنا داخلين شغلانة مكسب وخسارة. ارفعوا عليك يا قضية طرعاً. هذا شأن النصابين. يعني حضرتك شايف إن إحنا نرفع عليه قضية؟ ارفع قضية يعني. أولاً وبعدين لما يجي بقى في الجد هنعمل إيه؟ نأتي بلجنة تنظر فيما ذهبت هذه الأموال. مش كل واحد يدعي أن فلوس الناس خسرت وراحت عليكم، كذبون كثيرون. صحيح. هو والله هو صديق مقرب ليا. يا عم أنت مقرب لك ولا مقرب مش لك يعني؟ خلاص انتهى الأمر، أنت يعني معصوم. المهم لو ضغطنا عليه الشيخ وجاب الفلوس وقال لي فعلا المشروع خسر، هل لازم لا في لجنة يا أخي في الحالات اللي زي كده بتجلس مع الرجل؟ فلوسك خسرت في ايه يا عمي؟ انت بتشتغل في ايه؟ كيف خسرت؟ اسألهم. هو بيقول لي هو شغال في المجاولات وفلوس خسرت. يا حبيبي اسمع الكلام، اعوذ بالله مش ترجيم. كلامك انت تلزم سد خالك، خلاص صاحبك سد خالك. تمام. ليس كل مستثمر يدعي ان الفلوس خسرت انتهى الامر، ياكلوا اموال الناس بالباطل هكذا، يعطوهم طعما. مستثمرون اللصوص كده، واحد ما عنده اي فلوس يبدا يا جماعه في فلان مشغل فلوس الناس، وعلى 100 2000 على 100 3000 100 4000 ياخذ اموال الناس وينصب عليهم ويعمل عزومات ويركب سيارات، وبعد كده يهربوا فلوس الناس راحت. عشان يا عم خسرت؟ طب لازم اعرف اين خسر، ما التجاره التي يعمل فيها؟ اهل الحجه واهل الفهم في التجاره يسمعوا منه. هل في مثلا كورونا نزلت تعطلت اعمالك؟ ما العمل خساره يفهمون. اما اللصوص كلهم هكذا. انتبهوا يا من تعطون الاموال لاشخاص يثمروها لكم، اكثرهم الا من رحم الله لصوص. شهدي من كتاب ربي هو قوله تعالى: وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخنا؟ طيب ولله الحمد. تفضل. عايز اسألك بس عن حاجة. اسأل. منذ الصغر وانا معتاد اذا كنت اصلي في جماعة يعني ورا الامام، معتاد أن أقول مثلا إذا رفع الإمام من الركوع سمع الله لمن حمده، أنا أقولها معه، أقول سمع الله لمن حمده وأقول ربنا ولك الحمد. يعني حتى الآن أنا كبير الآن يعني. لا يشرع للمأموم أن يقول سمع الله لمن حمده عقب الإمام أو مع الإمام، إنما الذي يقوله المأموم ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد. خلاص؟ الصلاة باطلة؟ لا ليست بباطلة، لا ليست بباطلة، معاذ الله ليست بباطلة. طب يعني إذا كنت أنا معتاد حاليا يعني يا أخي وفق سنة رسول الله وعديادك شرعا، وفق جاءك الحق من ربك اتبع سنة النبي محمد والصلاة لا تبطل. ليلى نوث نوها بارك الله فيك يا أختي، الله يسلمك، جزاك الله خير يا أبا همام، حفظك الله يا ياسر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. اتفضل. شيخنا دلوقتي الإمام، أنا كنت إمام رايح أصلي
وشغلني شغل ونسيت الوضوء. ها؟ نسيت اتوضا. ايوه. وكبرت تكبيرة الاحرام وكبر الناس خلفي. ايوه. وتذكرت. ايوه. فخرجت وايه استخلفت المؤذن وانصرفت الى موضع الوضوء. ففي هذا هذه اللحظة يعني دخل امام اخر للمسجد. لقى المؤذن بيتقدم قال له استنى يا عم فلان. ودخل هو كبر وكمل الصلاة بالناس. فهو كده دخل بعد تكبير المأمومين. أرى أن الصلاة صحيحة لأن أبا بكر رضي الله عنه أما الناس. نعم. وبعدها كان النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فشعر من نفسه بخفة فجاء يشق الصفوف يتهادى بين العباس وبين علي رضي الله عنهما حتى أدخل في الصف الأول فطفق الناس يصفقون وكان أبو بكر لا يلتفت فلما أكثروا التصفيق التفت أشار إليه النبي أن مكانك فتأخر أبو بكر فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. سعد بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لنا سؤال يا شيخ بعد اذنك. اسال. دلوقتي يا شيخ لو احد الاصدقاء يعني اتى موعد عيد ميلاده وهنأناه به او هنأناه به يعني كما يحدث يعني بين الاصدقاء بحاله على الوقت يعني نهنئه به وندعو له يعني. هذه بدعه. جائز. بدعه؟ طبعا. هل سمعت من اصحابي هنا الاخر بعد الميلاد؟ سنن من سنن الكفار دخلت بلاد المسلمين. طب ماذا افعل يا شيخ اذا احد اصدقائي هناني اذا جاء مثلا يوم مولدي؟ اذا هناك هنئه بس. لا رد عليه؟ رد عليه اذا جاء يهنئه كله ادعو له لكن ما تبداش احد انت. حسن تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك حضرتك يا شيخنا عامل ايه؟ الحمد لله انا بخير الحمد لله. ربنا يبارك لك يا شيخنا. بعد اذنك بس كان عندي ثلاث اسئله. اول سؤال يجوز ان انا اشغل سيلز عندي يعني بنتي مثلا تسوق لي للمنتج بتاعي وتجيب العميل بتاعها باي طريقه بقى يعني انا ماليش دعوه هي بتجيب العميل ازاي؟ عفوا قاعد سؤالك. انا دلوقتي بشغل واحده عندي. ايه ماشي وهي بتجيب لي عملاء يشتروا المنتج بتاعي. طب شغلها ايه انت؟ انا بتاجر في الملابس. هي عملوها ايه؟ يا شيخ؟ عملوها. عملها اللي هي بتجيب بتجيب الناس اللي هتشتري الحاجه اللي عندي دي تمام؟ يعني مسماها الوظيفي يعني عندك مسوقه ولا ايه بالضبط؟ ايوه مسوقه. مسوقه. بتجيبهم بقى باي طريقه، يعني انا ماليش دعوه هي بتجيبهم ازاي، اذا كانت هي متبرجه أو إذا كانت هي أيا كان. لا مش أيا كان. لحظة يعني لا في حدود للكلام. إذا كانت تمام. إذا كانت امرأة صالحة ومسوقة وتعمل عمل ما في فيه خلاص. لكن إذا كانت جميلة وتخدع الناس وتحضن ده وتبوس ده وتمشي العمل لا لن نقبل. أنا ماليش دعوة بقى هي بتجيب ال إزاي يا عم مالكش دعوة يعني إزاي ما أنت اللي موظفها يا أخي الكريم. انا اللي موظفها. انت اللي موظفها. انت هتوظف واحده. انت كلامك مريب. شايف جايب واحده غزيه ترقص للزباين. صحصح معانا تاتي واحده دينه طيبه. تمام. انما تفتن للزباين وتجيبها عشان ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان له عبد. وكان يتكهن. فخرج ذات يوم ورجع بطعام أكل منه أبو بكر فقال لأبي بكر يا أبا بكر أتدري من أين أتيت بهذا
هذا المال طعام؟ قال لا أدري. قال تكهنت لألي فلان، يعني راح دجل عليهم ويضرب الرمل ويشوف البخت كلام. فوضع أبو بكر إصبعه في فمه وقاء كل ما في فمه. أنت شوف اللي أنت جايبها السكرتيرة اللي أنت أعطتها، إن كلامه مريب من أول لحظة، يقول أنا ما أعرفش بتجيب الفلوس منين. لازم تشوف الموضوع. السلام عليكم. بارك الله فيك يا دكتور عمرو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ طيب الحمد لله. لو سمعت يا شيخنا بعد إذنك كده، كنت عايز أعرف ما حكم النقاب أو تغطية الوجه للمرأة؟ تلك مسألة اختلف فيها العلماء واختار رأي القلب الوجوب. واجب يعني؟ هذا اختياري رأي ابن مسعود. وإذا سألتمونا متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. طب يا شيخ، إذا كان يعني والدتي وإخواتي وأخواتي يعني غير منتقبات، أنصحهم. العجوز خلاص من القاعد من النساء ممكن تسيبها، لكن البنات حلوين ولا معفشين؟ لا يعني شباب يعني لسه. وشو مريان يعني؟ لا لا المحتجبات. وشو مريان ولا ما متغطي؟ لا يعني لا محتجبات فقط. لا يا عمي وشو مريان ولا لا؟ ها بالله بستثيرك يعني. وشو مريان ولا وشو متغطي؟ مكشوف الوجه. ماشي تلطف أنت، لكن أنا لا أتلطف في هذا الباب من أجل أن تأخذك الغيرة. يعني كلام مباح للجميع ينظر إليها صح؟ للأسف. للأسف أمرها قد أستطعتك جزاك يعني الله. إذا لم تأخذ بنصيحتي أنا هل علي إيه؟ والله يا أخي أنا أنصحك أنك تذكرها بالله. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا نجوى بنت علي، ولك بمثل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبارك يا شيخنا؟ بخير الحمد لله. أنا بخير الحمد لله. تفضل. والله يا شيخ كان معايا شخص في العمل هو لا يعتقد بوجود الإله ولا يعتقد عبد الله يعتقد بوجود الأنبياء، يعني مش بؤمن بهم، فهل ما حله؟ هذا كافر. ويقول إني أؤمن بالإله ولكن لا أؤمن بالأنبياء. هذا كافر. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. بارك الله فيك. فبذلك القول التاوى فعل كفر، فعل كفر، كفر أكبر وليس هذا كفر أكبر. واحد ينكر الأنبياء كافر، كفر أكبر ليس بمسلم. نعم. طيب يا شيخ يدخل في قضية العذر بالجهل؟ جهل مين؟ إن كان جاهل. جاهل بماذا؟ دي معلوم من الدين بالضرورة. واحد يقول ما فيش إله، ليس هناك رسل، قال لي إيه بس؟ بس هو على ما أعتقد يعني إن عقليته. أنت منين يا أخي؟ أنت منين؟ ده لو أنت من تل أبيب مش هتقول الكلام ده، منين بلدك؟ لا لا، هو بس شكله مجنون يعني غير في عقليته. لا إذا كان مجنون خلاص المجنون رفع عنه القلم، لا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم من الله لا يحب من كان خوانا أثيما. نعم نعم نعم. الله يسلمك. بارك الله فيكم ياسر ابراهيم. السلام عليكم. ازيك شيخ حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله. اتفضل. الله يكرمك حضرتك. في مبلغ 30 ريال كده لقيناه في شوارع مكه كده بعيد عن الحرم 7 كيلو تقريبا كده. يعني عفوا، في حدود مكه في حدود الحرم ولا لا؟ اذا كانت في حدود الحرم لازم يسلم الامانات لزاما. خارج حدود الحرم، اقصد الحرم مكه كلها حرم ومنا. السلام عليكم. لا تلتقط لقطتها. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا شيخنا. ها. والدتي جايه الحج ان شاء الله. ها. والدتي جايه الحج السنه ان شاء الله. والدتك جايه الحج ان شاء الله.
فهل لو قامت بعمره للحج يكون عليها هدش ولا ما يكونش عليها هدش؟ هي حجه مفرده او متمتعه او قارنه؟ والله انا ما اعلمش بالمسائل دي يا مولانا، هي لسه جايه يوم الحد الجاي الحج. ما هو يعني هي تعمل عمره الاول وبعدين تحج ولا مش هتعمل عمره؟ طب هو احلامي يجي بالهاتش، يعني هي لو عملت عمره الاول هيكون عليها هدي او ما عليهاش قبل الحج؟ لو عملت عمره وناويه بقى التمتع عليها دم. تمام، لو عملت عمره؟ ايوه، اذا عملت عمره متمتعه بها الى الحج عليها دم، لقول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ما رأيت سؤالك يا دكتور أيمن، مش عارف سؤال عارض. ما السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، ازي حضرتك؟ طيب والحمد لله. أحبك في الله يا شيخ. والله أحبك الله الذي أحببتنا له. عندي سؤال يا شيخنا بعد إذنك. اتفضل يا حبيبي. دلوقتي شفنا انا مثلا بصلي ما بحسش بطعم الصلاه. انا اصلي مش با 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 دخول باء الفعل المضارع غلط. انا باكل، بشرب، بنام، كل هذا غلط. انا اكل، انا اشرب، انا انام. انت تقول تصلي، انت تصلي ولا تشعر بطعم للصلاه. استمر في صلاتك، لا تتركها. تمام. طب والاذكار يا شيخ؟ يعني كل نفس الشيء، استمر فيها ولا تتركها. يعني شوف مع الوقت ان شاء الله، يعني ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله الامور تتعدل ما دمت ذاكرة لله الشاكرة لنعمها باذن الله ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم. عليكم السلام يا شيخ. نعم يا شيخ، عندي سؤالين. ممكن تسمعني اول بعدين ارد عليه عشان اذا خسر الخط او كذا. نحن في المملكه المتحده وعندنا العشاء بيأذن متاخر، يعني العشاء تقريبا حوالي الساعه 11. فيعني ما بناخذ غيلوله في وقت النهار وبنصحى بدري عشان الشغل وعشان المدارس وكذا. فهل ممكن نحن نصلي العشاء قبل وقته عشان ننام بدري؟ هل يجوز؟ لا تصلي العشاء قبل وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الضرورات القصوى التي تجوز لحديث ابن عباس: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر المغرب والعشاء 87 من غير عذر من مرض ولا خوف ولا مطر، في الحالات الضرورية. لكن تقييدا قد قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وجاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمه بدايات الصلاة ونهايات الصلاة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أريد أن أسأل سؤالا يا إمام. اسأل. أريد أن أسأل عن قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أريد معناها خافت قلوبهم. جزاكم الله خير. أن وجل، إن منكم وجلون خائفون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم اتفضل. حضرتك كان سأل حضرتك سائل بناء على قول شيخ، بناء على قول شيخ على الجندي المصري الذي قتل ثلاثه من اسرائيل. ايوه. فقال ان حضرتك لم تقل اي شيء من القران والسنه يبيح ذلك، انما قلت يعني سامحني في اللفظ كما قال بالنص، قلت كلاما كالغوغائيين. فما رد حضرتك؟ لا ابدا. ما قول حضرتك في هذا؟ لو هو كان يفهم لفهم كلامي. في نهاية كلامي قلت له: سله لما صنعت هذا، كما قال النبي لحاطب: ما حملك على ما صنعت. قال الرسول لحاطب: ما حملك على ما صنعت يا حاطب. وذكرت بكلمة تنم عن عاطفتي تجاه للإسلام: قتل امرئ في غابة جريمة فيها نظر، جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر. هذا الذي قلت له. أما كونه إلا أدبه وأنت تنقل إلا أدبه على الناس هنا، لا يليق بك هذا. أنا قلت له: ما حمله على ما صنع؟ هل أنا رقيب عليه؟ ما الحامل له على ما صنع؟
قد تكون هناك أوامر وجهت إليه، قد يكون هم الذين اعتدوا عليه ودافع عن نفسه، 100 سبب. ولا يصح لأحد أن يحكم بناء على ما يظهر للناس على طول كده في الشاشات. نعم. نطلب السائل هذا الجاني الذي أنت تنقل عنه يريد أن ينزل الأمور غير منازلها، واجعل طالوت جالوت وجالوت طالوت. نعم. يريد أن ينزل هذا الكلام لك خارج على الحكام مقاتل ولا آخره، ويصف الرجل الذي مات وأفضى إلى ما قدم بأنه خارجي، يريد أن يصف كده هؤلاء الأشكال بهذه الطريقة. فنقولنا له اسأله لما ما الحامل لك على ما صنعت يا حاطب، هذا السؤال يوجه إليه. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخنا. معلش انا كان في سؤالين كمان بس ما لحقتش اسال. اتفضل. انا دلوقتي في حد اداني مبلغ تمام اشغله في المشروع بتاعي. ايوه تمام، واتفقنا على مكسب معين للمبلغ دوت هديه له كل شهر. ايوه. واتفقت معاه ان انا المبلغ دوت احطه في المشروع بس. تمام. نعم. انا المبلغ دوت احطه في احتياجي في المشروع بس، هل يجوز ان انا استعمل المبلغ دوت في حاجه خاصه ليا؟ قاعد يا شيخنا؟ قاعد سؤالك. انا دلوقتي في حد اداني مبلغ اشغله في المشروع بتاعي. نعم. تمام؟ انا اتفقت معاه على مكسب معين في الشهر هديهوله في المبلغ بالمبلغ اللي هو اداهوني ده. على اي اساس مكسب معين؟ يعني مكسب من ال مكسب من ال من راس المال، نسبة من راس المال ولا نسبة من الربح، ربع الربح، خمس الربح؟ لا هو يعني هو على حسب رأس المال اللي هو اداهولي انا هشغله في الشركة وهيجيب مكسب، فانا هديله نسبة من المكسب ده. نسبة من المكسب لا بأس. تمام، لكن لو نسبة على الفلوس كده هيبقى في حاجة؟ لا، لو نسبة على الفلوس ما انت اصبحت زي البنوك. يعني نقول 100,000 كسبت 1000 مثلا، ليك 10% من المكسب، ليك 100% من المكسب. تمام، لكن انا اديله المكسب على حسب المكسب اللي بيجينا انا من فلوس. ما ينفعش على نسبه من الربح. نسبه من الربح. طب تمام، طب ينفع ان انا استخدم المبلغ دوت في حاجه خاصه بيا انا؟ اطلعه على ذلك. لا، لازم اقول له ولا لو انا ما هو انت استعملها على ذلك، هو اعطاك المبلغ تتاجر به. إذا كنت استخدمته جزء منه مثلا في حياته الخاصة يعني في مشكلة عندنا. لا طبعا لازم تتحمل، أنت ستتحمل. لا لازم أقول له، لازم أبلغه. الله يوفقك. طب تمام، طيب السؤال الثاني يا شيخنا. يجوز دلوقتي إن أنا ألعب ألعاب خفة وبعد ما أنا ألعب اللعبة أكشفها قدام الناس؟ يعني أنا دلوقتي بلعب لعبة خفة لعبتها بعد كده كشفت للناس أنا عملتها إزاي اللعبة دي؟ والله لا أعلم هذا، شيء لا أعلمه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عندي سؤالين وفرضتين. اتفضل. السؤال الأول، نحن في كلية في مصر. ويعني وفي الاختبارات النهائية نحن نحفظ يعني نحن مثلا جماعة 90 ولد مثلا. ونحفظ الأسئلة حتى نكتبها في يعني بعد خروجنا من الاختبار، يعني الأسئلة مرقمة، كل ولد يأخذ مثلا سؤال في النهاية. أنا سئلت عن هذا السؤال أول أمس، يعني أنتم تعملون هذا للعام القادم تساعدون إخوانكم؟ أيوة بالضبط. طيب أنا قلت لك الآن نحن نشتري مثلا كتاب الأضواء في اللغة العربية في امتحانات 20 سنة سبقت، ماشي، هم بيتكلموا التدريب عليها ما فيش اي مشكله، هم بيتكلموا ان دوت هيكون تقليل فرص بين اللي ذاكر وما ذاكرش. يا اخي الكريم، معروف دايما اي طالب لازم يتدرب على حل الامتحانات السابقه. انتوا ايه اللي تعملوه؟ تجمعون الاسئله حق العام الماضي وتعطونها للطلبه، ما فيش اي مشكله. طيب تمام. السؤال الثاني، دلوقتي احنا بناخد كورسات زي دروس ما عند دكاترة. نعم. زي دروس عند دكاترة. فبعض الدكاترة ممكن يكون يعني يقول لك المحاضرة ديت محدش يسجلها، أو إن هو سجلوها بس ما ترسلهاش لأحد وكده. تمام.
او ارسلوها ولكن ليس على نطاق واسع. تمام؟ دروس خاصه ولا دروس عامه ولا مش عارف؟ درس عادي يعني، دكتور بيدي درس فانت تقدر عنده علشان يعني تفهم المحاضره بشكل افضل. يعني انت تذهب درس خاص عند دكتور. أيوة والدكتور بالضبط. يشترط عليكم الا تبثوا هذا العلم لاحد. بالضبط. ايوه، انت عهدته على ذلك او في بالعهد، لم تعهده على ذلك فانت في حل. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا دكتور؟ اتفضل. زي الحال؟ الحمد لله. الله يبارك لك. معلش انا احيانا بدخل في الصلاه في الصف الثاني فبلاقي بعض الناس واقف على الجنب الشمال، اقف معاهم ولا اقف لوحدي على اليمين؟ يعني الصف يمين الامام عاري تماما؟ تماما بالضبط. طيب تعال انت في اليمين. يعني اقف لوحدي في اليمين؟ لا مش لوحدك. يعني هم ابتعدوا عن الصف. كيف يعني ابتعدوا عن الصف تماما؟ يعني مثلا الامام في الوسط ماشي، هم أيه. اقصى اليسار يعني بعيد عن الامام خالص. ما يستطيعون الحركه. نعم، خليك انت ورا الامام عن يمينه. في عمود يفصلهم عن عن باقي الصف. خليك انت ورا الامام عن يمينه. يعني حتى لو كان لوحدي. حتى لو كنت وحدك. ماشي يا شيخ، جزاك الله خير. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ محمد علي الصقر معاك. يا أرحم وسهلا شيخ محمد. ما عليك تدعيلي. الله يكتب لنا ولك التوفيق. أخي الشيخ خالد بلغك السلام، خالد الدقاق. عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك في عمرك، الله يبارك في عمرك. الله يبارك فيك ويسلمك، الله يكرمك. سؤال يا شيخ مصطفى بالله. تفضل. تأشير البشرة بالليزر ده يعد من الكي؟ ها؟ تقشير البشرة بالليزر. البشرة بالليزر يعد من يعني ايه تقشير البشرة بالليزر؟ انا اتسألت كده والله يعني ده انا لا اعرف. تمام. بالله عليك تدعي لي ولوالدي رحمهم الله. الله يرحمهم والدينا والمسلمين والمسلمات. الله يبارك في عمرك يا رب وياكم. وياكم. على الفردوس الاعلى يا رب. وياكم 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 الله يبارك لك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خير كل شيخنا. وإياك تفضل. كنت بسأل حضرتك يا شيخنا، أنا كنت أرغب في شراء عقار. ها؟ كنت أرغب في شراء عقار مع شركة بالتقسيط. ترغب في شراء عقار مع شركة بالتقسيط. بالظبط. الشركة دي مع زيادة المقدم، يعني لو دفعت مقدم أكبر بتعطي لحضرتك عائد على المقدم ده بشيكات لا يتم ذكرها في العقد. فأنا كنت بسأل هل هذا العائد حلال أم حرام بنسبة ثابتة؟ يعني ما وضحت السؤال. أعلم أنه في حال البيع لابد وأن يكون السعر معلوما معلومية تامة للبائع والمشتري، والسلعة معلومة معلومية تامة. العقد يكون واضح تمام الوضوح. شكرا. هي معلومة يا شيخ، يا شيخ مصطفى. يا حبيبي السلعة، هذه السلعة أنا سأشتريها موصوفة تمام الوصف والثمن معلوم تمام العلم. نعم هي معلومة، ولكن هو يعطيك بما أنك دفعت مقدم كبير يعطيك عائد بشيك. عائد إزاي يعني؟ كيف عائد؟ مش فاهم عائد يعني إيه؟ ما معنى عائد؟ ما يقال في أنا بشتري هذا دفعت فلوسي وأخذت سلعتي. إذا لم آخذها الآن سآخذها بعد سنة. هو يقول إذا كنت تدفع مبلغ مقدم كبير سأخفض لك. أعلم هذا التخفيض كم هو. إنما أتركها للاختيار هو تحدث مشاكل ودخلنا في الغرر. هو بيعطيك نسبة التخفيض نسبة ثابتة يا شيخ مصطفى 15% 20% وهكذا. معذرة، لازم نعرف ما المبلغ الذي سيتركه لك إذا أنت دفعت له كذا وكذا. لا تترك لطرف من الطرفين بابا يلعب فيه ويعبس. الله يكرمك.
يا اخت منى علي معروف، بس يكون معروف كامل لا يتخصم يا اخت منى، الله يغفر لك. مرحبا. دخان البخور لا يبطل الصيام يا دكتور ايمن. كان البخور زمن النبي صلى الله عليه وسلم موجودا ولم يكن يبطل الصيام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت عندي سؤال. تفضل. في واحد في مصر عليه فلوس لواحد في السعودية. واحد مصري عليه فلوس للسعودي. وأنا في السعودية الحين، هو قال لي يعني سددها عني وبالريال يعني، وأنا وهو في وأنا لي علي قسط في مصر بجنيه، هيسددها هو بجنيه. ينفع المعاملة دي ولا؟ المعاملة ما زالت غير واضحة. ها؟ يعني أنا هدفع عنه هنا بالريال اللي عليه، وهو وأنا ليا قسط عليه قسط في مصر بالجنيه. هو لازم الأمور تكون أوضح من كده، واضحة تمام الوضوح. هذه فيها غموض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا اخبار حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله يا رب نحفظك يا رب. سؤال بس حضرتك، اللي يقول زي كين واحد كل الدعوة لك ايه لك ايه عفوا لي صديقين في كل الدعوة في الأصغر واحد كيلو لك صديقان لك صديقان وبعد واحد قال لنا شعري والتاني قال لنا صوفي وقعدوا في البلد عندنا يعني يتكلموا يعملوا بلبله في البلد عندنا وكده ماشي. طبعا انا رديت يعني رديت على الصوفي على قدر علمي وعلى قدر ما شفت حضرتك يعني، وتركت الاشعار لان ده امر مش سائد في بلدنا ومحدش هيسمع يعني ان شاء الله. فهل يعني هل لي الحق ان انا ارد على الرغم ان انا على قدر من العلم يعني؟ والله يا اخي على حسب حال الناس يعني، اذا حال الناس أمورهم سليمة ولا يفهمون كثيرا، على القدر الذي يستوعبونه علمهم. قال ابن مسعود متقبلين الصوفية أكثر يعني. خلاص عالق الموضوع. شوف أقول لك شيء. طبعا. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم. زواج الأم أبشع أو زواج مرات الأب؟ زواج الأم أبشع. لكن لماذا قدم زواج مرات الأب؟ لأنه هو اللي كان شائع، زواج الأم لم يكن معروفا. فالمرض المتفشي وإن كان هناك ما هو أخطر منه لكنه قليل، يعالج المرض المتفشي. الله قال: من بعد وصية يوصى بها أو دين. الدين مقدم على الوصية، لكن الغالب أن صاحب الدين يطالب به، لكن لما كان الموصى له لا يطالب يستحي، فاعتني بالذي الناس أحوج إليه قبل الآخر. نعم. الله يكرمك. الله يحفظك. السؤال الثاني يا شيخنا. اتفضل. لما تحضرت برضو فاتوا قبل كده أن هو الصورة خلفهم مع كل واحد. نعم. الصراخ الفهم تجوز على الكراهة، فهل يعني الحادثة وأم بي يعني أتم صلاتي خلفهم أم يعني أخرج من الصف أم؟ لا عفوا أعد. هل أتم صلاتي خلفهم من أموني؟ خلف من؟ هؤلاء المتحدثين الصوفية والأشعرية. لا يعني. لا عفوا، الناس يصلون خلف الأشاعرة، نصلي خلفهم إذا لم يوجد غيرهم نصلي خلفهم. والصوفي إذا لم يصل بتصوفه إلى الشرك بالله صلينا خلفه أيضا، يعني إذا كان مجرد بدعة خفيفة يصلى بعده، لكن إذا كانت البدعة وصلت إلى الشرك لا. لا هو للأسف هو متعنت جدا في الصوفية يعني للأسف ربنا يعني يعتقد أن السيد البدوي يكشف الضر ويجيب المضطر. والله هو يعتقد في جميع يعتقد لكل إذا كان يعتقد اصبر علينا حبيبي اصبر علينا حبيبي. كان يعتقد أن بشرا ما من الأموات يكشف الضر يجيب المضطر لا تصلي خلف هذا كافر. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا، ازي حضرتك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبيت ان شاء الله شيخنا متواجد لغايه امتى يعني لقاء الفتاوي؟ انا مستمر الحمد لله لان ياتي وقت الحج. حج يعني ان شاء الله في الحج يعني. ان شاء الله يعني موجود معك مده ان شاء الله من الان. ربنا يبارك لنا في عمرك يا شيخنا يا رب يبارك. وياكم وياكم. انا عندي مشكله بس صغيره يا شيخنا. اتفضل. بصلي بطيء شويه في الحركه في الطلوع والنزول وكده. فباجي في اخر ركعه او ركعتين بفصل من الامام يعني ما بقدرش ان انا كم يعني بصلي بفضل قاعد لغايه ما اخلص وما اكمل الركعه يعني. طيب ما تصلي جالسا احسن، ايه المشكله؟ انا الحمد لله بعرف اصلي وانا واقف وقاعد يعني. إن عجزت عن القيام صلي جالسا. أنا يعني بعرف بس بطيء شوية في الحركة يعني. ما في مشكلة قدر الاستطاعة، إذا كانت الأركان ستفوتك صلي جالسا. طيب ولو أنا مثلا صليت في آخر ركعة لوحدي كده قعدت مع نفسي يعني كده. ها؟ صليت مع نفسي يعني. أنت نويت نويت المفارقة؟ ينفع يعني. بس هتحرم الأجر، أجر الجماعة. بس بغصب عني يعني صلاتي تبقى صحيحة يعني. والله الذي عندي قلته لك، إن عجزت عن الصلاة قائما صلي جالسا، وأنت مأجور. عجزت عن الصلاة جالسا صلي مضطجعا، عجزت عن الاضطجاع صلي ولو بالإماء حتى لا تحرم نفسك صلاة الجماعة. عجزت تماما خلاص. ما عندنا الفاتحة ما كملهاش عادي، ممكن أركع وكملش الفاتحه يعني. انت موسوس كده بقى بالشكل ده، انت موسوس. الله يغفر لك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا الحبيب كيف الحال؟ الحمد لله الحال طيب الحمد لله. الله يرضى عنكم يا رب. كنا نود ان نسال حضرتك على سؤالين. اتفضل اسال. أول سؤال هو أن المن السبكي. نعم. أن السبكي. أن إيه؟ يعني السبكي. نعم. ما له السبكي؟ كان يقول أن الإمام ابن تيمية رحمه الله أنه سنعرف الكلام اللي دخلنا في السبكي وفي الأشعار ثاني. أويس منصور بارك الله فيك يا أويس. السلام عليكم. وعليكم السلام فضيلة الشيخ. تفضل. ممكن بس حضرتك لو في إمام غلط في قراءة غير الفاتحة تغيير يغير المعنى. ها؟ القراءة في السورة بعد الفاتحة تغيير يغير المعنى. الصلاة صحيحة. صلاة صحيحة؟ الكلام على الفاتحة، التركيز على الفاتحة. غير الفاتحة صلاة صحيحة حتى لو تغيير معنى. لا يعني غلط صلحوا له. تمام. أجب عليكم الرد حينئذ. وصلاتي صحيحة. الله يسلم. شكرا شيخ. الله يبارك فيك. أويس منصور ما أدري يا أويس، الله يحفظكم يا شيخ أويس. كان منظرك بهيجا إذ كنت بثوب النبي صلى الله عليه وسلم ووقار الرأس، الآن اتجهت إلى النظارة وقال رأسي. تغيرت ملامحك يا أويس، ماذا أنت أويس صاحب القرين ولا أويس آخر؟ لا أكاد أستبين. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله أنا بخير. كان لحضرتك مقطع تقول فيه أنك تخاصم محمد نجار أمام الله. من؟ محمد من؟ محمد نجار. محمود، واحد اسمه محمود، وصلحت واحد محمد النجار من 100 غمر تقريبا اعتذر وبينا انه ليس محمود، ليس محمد، انما هو محمود، والدنيا مليانه محمود ونجارون، لكن انا اقصد الذي تطاول في طيب انا حضرتك، انا اسمي محمد نجار. لا من ابرانا ساحتك يا محمد، خلاص الحمد لله. بس كنت ارجو من حضرتك ان تدعو لي في هذه الفتره يعني، لأن الاختبارات وكده وشكرا لحضرتك يعني. أنت في الثانوية ولا فين يا محمد؟ أنا في الجامعة حضرتك. الله يكتب لك التوفيق والقبول وذريتنا وذريات المسلمين. شكرا لحضرتك. بارك الله فيك. مرحبا يا أويس، بارك الله فيك.
نفع الله بك. أبلغ الشيخ أحمد المعصراوي السلام. هذا أويس عديل باللغة المصرية الشيخ أحمد المعصراوي فضيلة الإمام إمام القراءات المصري المشهور. بعد القدر أجتزي حامدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا في أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطيق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك ونعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع يا رب العالمين. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وكن عنا ظهيرا وكن لنا وكيلا يا رب العالمين. كن لنا ظهيرا يا رب العالمين وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافرين وافتح علينا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين احفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين. اللهم أكرم منازلنا ووسع مداخلنا يا خير المنزلين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا وأسلل سخائم قلوبنا. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون يا رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.